مشفى الطب الحديث بالاحداث كان في قسم مدمر منه، قمنا بترميمه لمده ما يقارب 6-7 شهور. صرنا نرجع نستقبل الحالات بكافه انواعها، ان كان توليد وان كان نسائيه وان كان جراحه وان كان اطفال وكل الاختصاصات. فتحنا القسم العنايه المشدده، صار ما في اسعاف يدخل على المشفى يطلع على اي مكان. كنا صرنا نستقبل بكافه الحالات تتطلب الى المرضاني. تم إعادة بناء المشفى بعد تدميرها وخروج داعش منها، وكانت قد خرجت من الخدمة نهائيا بمساعدة الأطباء والكذا. تم إعمارها وتجهيزها واستقبال المرضى من كافة الاختصاصات وإجراء كافة العمليات الجراحية بدون مساعدة أي منظمة أو أي جهة أو أي كذا. بمساعدة الأطباء ومجهودهم تم إعمار البناء وتجهيزه من كافة الأجهزة الحديثة. جبت والدتي مريضة هنا واستقبلونا كل الاستقبال وساعدونا مساعدة، وكان أحسن الأطباء موجودين والكادر الطبي كامل، من تمريض، من أدوية، من صور طبق محوري، كل شيء نحتاجه، إيكو بطن موجود بهالمشفى.